أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية مع تقرير لمنظمة برنامج الأغذية العالمي بعنوان خطط لتعزيز معيشة عوائل نازحة وأخرى عائدة متضررة في العراق. وتناول هذا التقرير الجهود المبذولة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لدعم المستوى المعيشي وتعزيز قدرات التأقلم مع تبعات التغير المناخي في العراق للفترة من 2021 إلى 2024 بالنسبة لعوائل نازحة وأخرى عائدة وعوائل مزارعة ريفية في 10 محافظات عراقية يعانون كلهم من نسبة بطالة عالية، منوها بأن تقييم مؤشر التنمية البشرية في العراق لعام 2021 جاء في الترتيب 121 من مجموع 191 بلدا، حيث جاء ترتيبه الوسط. تشير المنظمة الدولية في تقريرها إلى مواجهة النازحين في المخيمات عدة عوائق تمنعهم من تمكن الحصول على فرصة عمل، من بينها بعد المسافة عن الأماكن التي يتوقع توفر عمل فيها مع الافتقار إلى المؤهلات. أما العوائل النازحة التي تعيلها نساء أو أنها تحوي معاقين فإنها أقل حظاً بمرتين أو ثلاث مرات من إمكانية الحصول على فرصة عمل مقارنة بالعوائل الأخرى. وكذلك بالنسبة للعوائل النازحة التي تقيم خارج المخيمات فإن معدل فرص العمل متدنٍ بالنسبة لهم، وأن 30% تقريباً من العوائل المقيمة خارج المخيمات لديها شخص واحد على الأقل من أفرادها عاطل عن العمل أو يبحث عن عمل. العائدون كذلك يبذلون جهداً للحصول على فرصة عمل، وأن 25% من العوائل التي رجعت إلى مناطقها الأصلية لديها شخص واحد على الأقل من أفرادها البالغين عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل. أما الأمن الغذائي وتوفر الطعام ما بين العوائل العائدة والنازحة في العراق فيبقى متعلقاً بشكل رئيس بوضعهم كنازحين، مما جعلهم معتمدين أكثر على المساعدات، ويشكل ذلك عائقاً لإمكانية تأسيسهم مصدر عيش مستدام أو إمكانية حصولهم على دخل متوقع، خصوصاً بالنسبة للعوائل التي تعيلها عناصر نسائية أو يتخللها أفراد معاقون. ومن صحيفة المدى نقرأ مقالاً بعنوان معالجة مشكلات الشباب شرط أساسي لتحقيق الأمن المجتمعي في العراق، للكاتب قاسم حسين صالح. يقول فيها صالح: يشكل الشباب ثلثي المجتمع العراقي ولهم الدور الرئيس في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وعليهم يتوقف مستقبل العراق. ولدى متابعتنا لأوضاعهم بعد 2003 وجدنا أنهم يعانون 4 مشكلات خطيرة: البطالة، المخدرات، والانتحار والاغتراب. يصف الكاتب توالي الخيبات كذلك على الشباب، نجم عنها شعورهم بالاكتئاب والضياع والخوف من المستقبل وانعدام المعنى الحقيقي من الحياة. يشكل أهم سببين لتعاطيهم المخدرات والمؤثرات العقلية في البلد. وفقاً لإحصاءات مجلس القضاء الأعلى في العراق لعام 2021 فإن نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50% من فئة الشباب، وأن تناولها وصل إلى أطفال المدارس الابتدائية. ومع تعدد المصادر التي تؤكد ارتفاع تعاطي المخدرات في العراق، فإن الحقيقة المؤكدة أن العراق يتصدر الدول العربية بتعاطي المخدرات في قطاع الشباب. وفي 31 من كانون الثاني عام 2024 أعلنت نفس الفضائية ووسائل إعلام أخرى أن هناك 5 حالات انتحار يومياً في العراق. هذا يعني أن الحكومات العراقية وأحزاب السلطة لم تعالج الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار،
برغم أن علماء النفس والاجتماع ومثقفين كتبوا عشرات المقالات فيها معالجات علمية للحد من هذه الظاهرة. وهناك أسباب عراقية جديدة للانتحار نوجزها في الآتي: انشغال حكومات المحاصصة بمصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة، فشل العملية السياسية وانشغالها بالصراعات وإنتاج الأزمات نجم عنها حالات اجتماعية سلبية تطورت لظواهر أخطرها تضاعف حالات الطلاق والانتحار وتعاطي المخدرات. ننتقل وإياكم في صحيفة العرب الجديد، نقرأ مقالا للكاتب برهان غليون بعنوان: من دروس الثورات العربية الثورة السورية خصوصا. يقول الكاتب: لا يرجع هذا الإخفاق في تحقيق التغير في البلدان العربية التي شهدت ثورات شعبية عفوية مماثلة إلى ضعف القوى الثورية وضمور التنظيمات السياسية والمدنية، ولا إلى الأخطاء التي وقعت فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة التي شاركت في إطلاق الثورة وقيادتها فقط، وإنما يرجع أيضاً إلى التدخل الواسع السري والعلني في نفس الوقت للقوى الخارجية العربية والدولية، كما حصل في مصر وتونس واليمن والبحرين وسوريا بشكل واضح وجلي وكذلك شامل. والواقع أن هذا التدخل يكاد يكون أحد القوانين التي تحكم جميع الثورات التي حصلت في القرنين الماضيين. ويضيف الكاتب: فالتغيير في نظم الحكم في هذا البلد بالذات أو ذلك لا يمس التوازنات الاجتماعية والسياسية الداخلية فحسب، ولكنه يهدد بتغيير التوازنات الإقليمية وربما في منطقة حساسة جيوسياسية يؤثر على المعادلات الدولية القائمة كذلك. الخلاصة ليس إسقاط النظم السياسية المنافية لروح العصر وحقوق الإنسان الأساسية، هو الذي يشكل اليوم التحدي الحقيقي والأكبر لمستقبل المجتمعات العربية ولنخبها الواعية. فتكفي نظرة سريعة على إنجازاتها لندرك أنها خسرت الرهان بالفعل، وأصبحت نظماً ساقطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. التحدي الحقيقي والأكبر للشعوب والنخب القيادية فيها هو اليوم وضع الأساس اللازمة لإقامة نظم سياسية واجتماعية تعكس مصالح الناس وترد على تطلعاتهم الإنسانية إلى المساواة والعدالة والحرية والكرامة والرضا والسعادة. ولا يمكن ذلك من دون انخراط النخب الاجتماعية والمثقفة في هذه المعركة التاريخية مع الشعب ومن أجله، والتي هي معركة تحرير الفرد والمجتمع بمقدار ما هي معركة تحقيق ذاتها، الذي لا يمكن أن يكون خارج الشعب ولا من باب أولى ضده. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أعده ستيف هاندكريس وسوزانا جورج، قال فيه: إن بصمات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية تتوسع في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب الطاحنة في غزة. ففي الوقت الذي حرف فيه العقيد جيرمي أندرسون مقدمة طائرته التي تحمل 16 حزمة من المساعدات الغذائية الطارئة لغزة ورماها فوق سماء شمال القطاع، كانت المقاتلات الأمريكية والمروحيات العسكرية بعيداً آلاف الأميال تهدر منطلقة من سطح حاملة الطائرات USS دوايت دي آيزنهاور لمواجهة مقاتلي الحوثي الذين يهاجمون هم الآخرون السفن التجارية في البحر الأحمر وفي كلا الساحتين. يقول الجنود الأمريكيون إن مهمتهم تتغير بطريقة غير متوقعة على الأرض. الآن والجنود الأمريكيون في الطريق من أجل بناء ميناء عائم قبالة ساحل غزة، فقد أصبحوا جزءاً من الحضور الأمريكي المتوسع في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي حاول الرئيس جو بايدن عدم التركيز عليها والتحول لمواجهة الخطر الروسي والصيني. وعادة ما أدى تورط أمريكا في الشرق الأوسط إلى دمار وكلفها ثمناً باهظاً. وتعلق الصحيفة أن الحرب في غزة علمت بايدن درساً فهمه الرؤساء السابقون، وهو أنه من الصعب التخلي عن الشرق الأوسط،
فبعدما انتهت الحروب التي لا تنتهي في العراق وأفغانستان، أرادت إدارته التحول نحو مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا والتوسع الصيني في منطقة المحيط الهادئ، إلى أن هجوم حماس في 7 أكتوبر غير كل هذا. وتمثل التحركات زيادة في النشاطات العسكرية بالمنطقة، ولكنها تظل أقل من الحضور العسكري الأمريكي في الحروب التي عقبت هجمات 11 سبتمبر، حيث نشرت أكثر من 160 ألف جندي في العراق ونحو 100 ألف جندي في أفغانستان. ننتقل فورا إلى صحيفة أوبزيرفر، حيث نشرت تقريرا أعدته راشيل لينغانغ، قالت فيه إن حركة بين هلالين غير ملتزم للتصويت ضد بايدن بسبب دعمه للحرب في غزة قد صدمته كثيرا، مضيفة أن نجاح حركة ناشطة على مستوى القاعدة الشعبية تظهر مدى السخط حول الحرب وتمثل تحذيرا واضحا للديمقراطيين. وقالت إن الأمريكيين في ميشيغان وحول أمريكا كذلك يتظاهرون منذ أشهر ضد الحرب في غزة وضد الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة فيها، وعبروا عن سخطهم من خلال تظاهرات في الشوارع وحضور مناسبات الرئيس جو بايدن العامة وممارسة الضغط كثيرا على ممثليهم لدعم وقف إطلاق النار. شعرت الحركة المعادية للحرب أنها بحاجة إلى طريقة أخرى لكي تدفع الرئيس للإصغاء إلى مطالبها، وتوصلت الاستراتيجية أخبرت الناخبين الديمقراطيين بأن يحتفظوا بأصواتهم غير ملتزم لدعم أي شخص، وكوسيلة للاحتجاج ضد الحرب في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار. وفي مذكرة أعدها المخطط الاستراتيجي الديمقراطي ولي الشهيد في كانون 2 يناير، قدم فيها ملامح الفكرة. استخدام صوت غير ملتزم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ميشيغان لإظهار الرفض الواسع لدعم الرئيس بايدن وتمويله حرب الحكومة الإسرائيلية في غزة. وستقدم الحملة تغطية إعلامية حرة لحركة معاداة الحرب، وتساعد الناشطين على تعلم مهارات إرسال الرسائل وجمع الأصوات والخدمات المصرفية، وستسيس وتطفي السخط على الانتخابات. وقالت ليلى العابد الناشطة المخضرمة ومديرة حملة استمع لميشيغان وهي شقيقة طليب: لم أشارك أبدا في حملة قوية كهذا، كان لدينا وقت قصير للوصول إلى قمة الجبل، وفي أقل من أسبوعين حققنا المستحيل وانتشر الزخم من هناك، حيث أدت ميشيغان لولاية حركة سياسية. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن،
فنحن صوتكم. وفي ظل جسامة المصيبة في فلسطين، يبدو جلياً أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف إلى إزالة القطاع عن خريطة الحياة وعبادة أهله الذين يعيشون في بؤس متجذر منذ عقود من الزمان، وقد دمرت كميات البارود التي لا حدود لها والتي ألقيت من مختلف أنواع الأسلحة معظم مساجد غزة. يلخص الركام المشاهد في مواقع المساجد بغزة، صحيح أن غالبية المساجد تكاد تختفي بالكامل ولم يتبقى منها إلا ربما حروف مكتوبة على بقايا جدران، لكنها لا تزال تدعو الناس إلى الصلاة. وخلال شهر رمضان المبارك الحالي تتمسك هذه المساجد الأطلال بتوفير الدليل القاطع الملموس على الإيمان القوي للناس وتعلقهم بخالقهم مهما كانت الظروف، وتظل النيات الصادقة لأبناء غزة المنكوبين بالحرب أقوى من الحقد الإسرائيلي الذي لا حدود له، والذي أراد ضمن أهدافه المعادية لغزة وللإنسانية كذلك إبعاد أرواح الناس عن أماكن العبادة، لكن هدفه هذا سقط إذ ظلت المساجد الأطلال البوصلة الأولى للناس القادمين إليها من كل حدب وصوب لإحياء الصلوات والشعائر فيها. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كنا قبل زي حياتنا عادي، ما فيش لا تعب ولا شيء، كان بابا يجيب لنا المولى، كنا يعني حياتنا عادي، نلعب حياتنا الطفولية، كنا نروح على المدارس نتعلم نكيف، مش زي هالحين. هالحين قلبت الأيام، حرب صار. وهيك على ما انت تشاهد العناء اللي نحن عايشين فيه والوضع الصحي الغير ملائم، وعندي وضع الحاج كما تشاهد جلطة دماغية على المخ، وبتمنى من كل العالم ينتظروا بعين الرحمة إلى الشعب الفلسطيني عامة. رمشي بعتتني معلمتي أشتكي عايشين في رعب مستمر، فيلم سينمائي باعتبار رعب خوف فوق ما تتصور. طبعا كل ليله، مش بس الليله، كل ليله منا في رعب، وبنعبط اولادنا لا يا تيتا ما تخافوش، هذا ما فيش شيء، ما مش حيضربونا، هذا عند البحر في كويس؟ في وجع في وجهك؟ نتواصل الدوام 24 ساعة، يعني لا نذهب إلى بيوتنا، مع أن أهلنا هنا في شمال غزة أيضا في إحدى المدارس، يعني ننقطع عنهم بالاتصال والتواصل، ولكن نبقى هنا ونبات هنا بين المرضى. عندك واوا؟ ايش بتتمنى انت؟ ايش بدك؟ خلص الحرب. خلص الحرب، تمام. إلى اللقاء.